سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده، بركه كبيره ما استاهلهاش. اخد بركه كنيسه القديسين، كنيسه الشهداء، كنيسه اباء مباركين. عايز اكلمكم النهارده عن شيء بديهي جدا عن الايمان، ولكن ربما من مداخل تكون جديدة عليكم شوية. تعالوا نشوف الحكاية. نبدأ نعرف الأول من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 16، يقول الكتاب بدءا من عدد 13: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، أنا لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماء. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تخلو عليها، والمجد لله دائما أبديا. السيد المسيح في إخلائه لذاته عاش كإنسان وسط البشرية، ويدرك أن عدد كبير لا يدرك طبيعته الإلهية. عشان كده لما سأل كما هو متوقع وفق لرؤية الناس: ماذا يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ ولكن أعماله كانت خارقة للطبيعة، لا يمكن أن نقرنها بإمكانيات إنسان. فالناس شايفينه إنسان، إنما شايفين أعماله فوق مستوى البشر. عشان كده ذاكرة الناس بدأت تستجمع مين من البشر ممكن يعمل الأعمال دي. ما لقوش حد عايش على الأرض ممكن يعمل كده، فمخيلاتهم راحت بعيد قوي لقديسين عظماء عاشوا على الأرض في وقت من الأوقات، وكان أقربهم ليهم زمنيا يوحنا المعمدان. عشان كده بعضهم قال يوحنا المعمدان، والبعض التاني اتكلم عن إيليا، وآخر اتكلم عن أرميا، وهكذا. وفي النهاية أبو واحد من الأنبياء، ولازم يبقى إنسان عادي. وأنتم من تقولون؟ السؤال وجه للتلاميذ، وبطرس أجاب. إنما لو أنت سألت السؤال ده: وأنتم من تقولون؟ بطرس رد عنا وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. بس لو تسألنا السؤال ده هنرد نفس الرد، وعن قناعة، وعن قدرة على إقناع الغير، ولا لا؟ هو ده موضوعنا النهاردة. شوف حبايبي، دون أدنى شك أن الإيمان بصفة عامة هو بمثابة جوهرة ثمينة جدا على تاج المسيح، ولابد أن ندرك تماما أن إيماننا ده هو الرباط الذهبي الذي يربطنا بالله. لازم نبقى مدركين تماما أن إيماننا ده احنا بنتكلم عنه ده يعني استلمناه عن آبائنا اللي عاصرناهم، اللي خدوه عن آبائنا الأول، اللي خدوه عن آبائنا الرسل، اللي خدوه عن السيد المسيح نفسه في تسلسل
مر لحد ما وصل لنا. بس إيماننا ده ما وصلناش بيستاهل. اندفع فيه خصوصا هنا في الكنيسة القبطية دم الشهداء يصعب حصر عدده سواء في الماضي أو في زمننا المعاصر. أبانا البطاركة وأبانا الأسقف دفعوا كتير جدا للحفاظ على هذا الإيمان. ربما منهم من عزل، منهم من قد تم نفيه، ومنهم من قد تم تعذيبه. يعني إيمان وصل لنا بالألم، ربما وصل لنا بالدم. عشان كده ندرك تماما حبيبي إن إيماننا ده إيمان غالي علينا جدا، ولأنه هو ده اللي وصل لنا عن آبائنا الأول فهو إيمان نقي. لم يؤثر عليه سلبا على مدى التاريخ. وزي ما استلمناه من الأجيال اللي قبلنا علينا أن نكون متمكنين من حفظه وتسليمه لمن بعدنا. وبقول حاجتين: متمكنين من حفظه ومن تسليمه للي يجوا بعدنا. بس أنا مش عاوز أتكلم عن الإيمان بصفة عامة، أنا عايز الإيمان اللي هو الصخرة التي بنيت عليه الكنيسة. إيه هي الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة زي ما السيد المسيح قال؟ قالها على الكلمة اللي قالها بطرس: الصخرة دي أنت هو المسيح ابن الله الحي. عشان كده هل أنت حضرتك تؤمن عن يقينية أن المسيح هو ابن الله الحي؟ هل أنت قادر على إقضاع غيرك، ولادك وأحفادك اللي حيواجهوا بطيار صعب قادم من الغرب للتشكيك في هذا الإيمان، أنت قادر تسلمه لهم من بدري؟ خلي بالك، ولما بيتسلموه مجرد أقول بسم الآب والابن والروح القدس، هو تسلم الإيمان للثالوث، الثالوث الواحد، إله واحد أمين. إنما إذا ما كنتش رسخت جواه وعمقت جواه الأدلة على ذلك، ممكن يتعب في المستقبل. عايز أقول لك حبيبي، الفكر اللي بيقتنع ابنك بيه في الصغر لا يقبل له بديلاً في الكبر. الطفل والشاب يتبنى الفكر اللي بقى جواه، وماذا لو لم يوجد فكر جواه؟ أول فكر جاي له من الغرب هيتبناه، ونبقى إحنا اللي قصرنا كخدام في مدارس الأحد وأهالي في هذا الأمر. بص حبيبي، حتمية الإيمان بشخص السيد المسيح كابن الله كوسيلة خلاص. تفتكروا القديس يوحنا المعمدان لما بدأ يتكلم عن السيد المسيح في يوحنا 3 قال إيه؟ الآب يحب الابن. طب وإيه الدليل؟ قد دفع كل شيء إلى يده. والنتيجة الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن فليس له حياة. وقال كلمة صعبة شوية: بل يقع عليه غضب الله. إذن جوهر إيماننا هو الإيمان في يسوع المسيح ابن الله الحي. والحقيقة السيد المسيح قرر نفس المعنى بنفسه وفي نفس الإصحاح عدد 16 قال إيه؟ قال كده عدد 18: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به إيه؟ قد دين. مش لسه هيدان في المستقبل، قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. عشان كده من البداية يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك
كل من يؤمن به. إذن إحنا لابد أن نكون متيقنين تماماً أن المسيح هو ابن الله الحق، لأنه من غيره محدش يروح السماء. سيبك بقى من الكلام اللي اتكلموا عن خلاص غير المؤمنين أو مش كل واحد هيقول ربنا موجود أنا بؤمن برب، لا، موضوع أكبر من كده بكتير، لأن النص كان واضح سواء في كلام يوحنا المعمدان أو في كلام السيد المسيح نفسه. مش بس ده، في كل الكتاب المقدس لما تفتش تلاقي كده، يقول لك بطرس الرسول الذي يؤمن به لا يخزى. نفس الكلام قاله معلمنا بولس في رومية 9، كل من يؤمن به لا يخزى. عشان كده حبيبي عايزك تبقى متأكد أن المسيح هو ابن الله الحي، وعايزك تبقى قادر على تسليم ده لأولادك. تعالوا نشوف الحكاية تمشي إزاي. لإثبات أن المسيح هو ابن الله الحي عندنا مدخلين. مدخل الأول، وده كتير إحنا بنتكلم فيه كخدام في الكنيسة مع أولادنا ومخدومينا، أول حاجة أثبت بيها أن المسيح هو ابن الله الحي إنما أسلط الضوء على أعماله الإلهية والتي لا يمكن أن يصنعها إنسان. يبقى إله. تقول لي بقى كان له السلطان على الطبيعة، قول زي ما أنت عايز، كان له السلطان على الكائنات، له السلطان على الشيطان، منح الحياة، قول زي ما أنت عايز، حاجات كثيرة. إنما أهمها طبعا أنه هو الخالق. إيه؟ المسيح خلق؟ حد يفكر حاجة كده المسيح يكون خلق فيها؟ حاجتين، المولود أعمى دي كلنا عارفينها عشان الوسيلة اللي جاب بها العلم هي الطين، زي ما جبل آدم من التراب وجبل رب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسه الحي. بنفس الطريقة العلم ما كانتش موجودة أصلا، مش في مشكلة في الشبكية ولا الكهربائية، ما كانتش موجودة. طب إيه تاني؟ إيه؟ إشباع الجموع، مش خلق، بركة. ها؟ نعم. ايه اول معجزات السيد المسيح؟ ايه اول معجزات السيد المسيح؟ عرس قانا الجليل، تحويل الماء الى خمر، خلق. اصل كلمه خلق يعني زي ما بقول لك اوت اوف ناثينج، يعني اوجد الحاجه من لا شيء. طب وليه ما نحول الماء الخمر خلق؟ يا جماعه بتوع الكيمياء، الماء بتتكون من ايه؟ هيدروجين واكسجين، مش كده؟ طب والخمر ماده عضويه؟ الماده العضويه دي مركب معقد جدا، اهم عنصر فيه متكرر الكربون، بس بدي بس عنصر واحد. عشان كده احنا بنسمي الماده الكيمياء العضويه الكيمياء الكربونيه. مش هقول على باقي العناصر اللي ما كانتش موجوده ووجدت، من اين اتى الكربون؟ راح مفتح الروابط اللي بين الهيدروجين والاكسجين وحتى عناصر ما كانتش موجود، خلق. بس انا عاوز اتكلم في موضوع تاني خالص. عايز انا وانت نسلط الضوء على احداث خارقه للطبيعه، مش اعمال خارقه للطبيعه، احداث خارقه للطبيعه في حياه السيد المسيح ونحللها. طب دي حصلت ليه؟ وسنجد أن هذه الأحداث من وراءها أمر واحد، تأكيد أن المسيح هو ابن الله الحق. أول حدث ميلاد السيد المسيح المعجزي من عذراء. بس قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا مع بعض كده يعني نسترجع التاريخ البشري منذ البداية، كيف وجد الإنسان؟ وجود الإنسان على الأرض تاريخياً مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى آدم الإنسان الأول، ما كانش في إنسان قبله، هيجيبه منين؟ من التراب.
وزي ما قلنا من شوية وجبل رب الإله آدم ترابا من الأرض ولفها في أنفه لفسة رسمة حياة فصار آدم نفسا حياة. دي البداية. يبقى المرحلة الأولى من التراب وجد آدم. طب المرحلة الثانية فين؟ حواء. بس لأن رب المجد كده بيتكلم عن آدم ليس جيد أن يكون آدم وحده. وقال عبارة عجيبة شوية، أصنع له معينا نظيره. ممكن يقول إنه خلق حواء لأن ما فيش ما كانش فيه روح حواء موجودة هو اللي اداها الروح، مش كده؟ أيا كان. إنما ليه قال أصنع؟ تبع من اللي عمله. ربنا ما رجعش للتراب تاني عشان يجيب حواء زي ما جاب آدم. لأن المادة الحية البشرية موجودة في آدم. عشان كده نلاقي الكتاب يقول عن وجود حواء الزائبة. يقول فوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. يبقى أخذ من المادة الحية اللي موجودة في آدم وصنع منها حواء. وعلى فكرة العبارة اللي أنا قلتها دي في تأسيس ثلاث فروع من الطب. حد يعرف يطلعهم؟ أوقع سباتا على آدم فنام. دكتور التخدير يقول أنا اللي نيمته. وبعدين يقول إيه؟ أخذ واحدة من أضلاعه، أدي جراح. وملأ مكانها لحما، أدي دكتور التجميل. المهم دي بس في السكه. يبقى دي المرحله الثانيه، انه جاب حواء من ادم لان الماده الحيه البشريه موجوده في ادم. طيب بقى في رجل وامراه، لا ما عادش محتاجين بقى حاجه. يبقى منذ ادم وحواء والى انقضاء الدهر وجود النسل الايه؟ بالزواج. عشان كده نلاقي ربنا في تكوين 1:28 على آدم وحواء وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بس طبعا عشان يبقى في اكثار واثمار يبقى في اشتياقات متبادلة عشان يحبوا بعض ويرتبطوا ببعض ويجيبوا لنا أولاد. عشان كده ربنا أوجد هذا الاشتياق لما قال لحواء إيه؟ وإلى رجلك يكون اشتياقك. ومن اللحظة دي بعد وجود حواء وآدم نبدأ نقرأ كيف وجد النسل البشري فيما بعد. يقول وعرف آدم حواء فحبلت وولدت قايين. بعد شوية يقول على قايين وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنون وهكذا. بس حصل الطوفان وغرق البشرية. وبقى 8 أنفس. نوح وولاده وزوجته. يوم ربنا يقرر البركة تانية. يقرر البركة للمرة الثانية. يقول كده وبارك الله نوحا وبنيه وقال له نفس العبارة، اسمروا اكسروا املأ الأرض. خلاص اتفقنا. أي إنجاب أي نسل منذ آدم وحواء وإلى انقضاء الدهر لن يكون إلا بالزواج. طيب تعالوا بقى نشوف حتة ميلاد السيد المسيح. بس أنا مش هروح في الأول على لغة الإنجيل، هرجع شوية ورا في العهد القديم. تعالوا نشوف نقرأ في أشعياء النبي الإصحاح السابع ناخد عبارة، وفي أشعياء النبي الإصحاح التاسع ناخد عبارة تانية عشان الصورة تبقى كاملة. لأن أشعياء النبي بيقول لنا إيه في إصحاح 7:14؟ ركزوا معايا. ولكن وقفة كده خلي بالكم، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل عذراء جاية ألما يعني هذا العذراء المخطوبة تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل
اللي معناها إيه؟ الله معنا. يعطيكم السيد، يتكلم عن مين؟ عن الله. يعطيكم السيد آية. أنا قريت كده؟ احنا تعودنا ان ربنا بيعمل ايات، يعمل معجزات، مش كده؟ لا، بس ده مش ده اللي مكتوب. قال يعطيكم السيد نفسه ايه. يعني ايه؟ يعني ربنا هيدينا نفسه معجزه. يعني المعجزه مرتبطه بالله نفسه، مش هيعمل معجزه مع اخرين. قال يعطيكم السيد نفسه ايه. ايه هي المعجزه دي؟ هل عذراء تحمل وتلد ابن؟ ولسه ايه دخل ربنا بالموضوع؟ وممكن يعمل معجزه عذراء تولد؟ لا، طول بالك. هل عذراء تحمل وتلد ابنا وتضع اسمه؟ الله معنا. عذراء هتحمل وتولد لنا ربنا اللي هيبقى معنا. فهمتوا النص؟ يعطيكم السيد نفسه ايه. هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويضع اسمه عمانوئيل؟ الله معنا. ربنا هيدينا نفس معجزه من خلال ان عذراء مخطوبه هتحبل وتولد لنا الله اللي هيبقى معانا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه الموضوع ده؟ الموضوع كبير. نروح رجعين بقى على اشعيا 9 عشان يدينا شيء من التفاصيل على ابن العذراء اللي هيتولد ده، عشان يأكد لنا هو مين. ففي أشعياء 9:6 قال إيه؟ لأنه يولد لنا للبشرية كلها، لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون الرياسة على رأسه. إيه؟ أنا بقول أنت قلت إيه؟ طب ايه الغلط؟ لا، مش على راسه، على كتفه. طب واحد يقول على راسه لان تاج الرئاسه بيبقى على الراس، انما ايه الرئاسه اللي على كتفه؟ الرب قد ملك على خشب، بس قبل ما يعلق على الخشبه شال الخشب، خشبه الصليب. هنا بيتكلم بقى عن هذا الابن، هذا الولد سيحمل الصليب عنا. نكمل نقول ورئيس وتكون الرئاسة على كتفه، بس مش إنسان عادي. ويضع اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا. لا، إله وقدير وأب مش زي أي أب، ده بلا حدود زمنية لأنه أب أبدي. رئيس السلام، هو ده اللي هيصنع السلام اللي هيكتبه لنا ربنا. إيه ده؟ إيه ده؟ واليوم تدور ومحدش عارف الحكاية فيها إيه، وبعدين لقينا في دانيال برضو بدأ يتكلم عشان يحدد لنا التوقيت ده اللي هيحصل فيه الكلام ده، هيبقى امتى. فلقينا دانيال 9 بيتكلم، البلد بيتكلم معاه ويكلمه عن مجيء السيد المسيح، وقال له بعد 70. أقرأها لكم من الأول. يقول في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك. ده البلد بيقول لدانيال، لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القديسين. القداسة المطلقة فالله وحده اللي بنقولها قدوس. قال له بعد 70 أسبوع
يمسح قدوس القديسين. يا حكاية السبعين أسبوع يا دانيال. فجدنا هناك في الإصحاح العاشر كان بيتكلم ويقول إيه؟ كنت نائحا ثلاث أسابيع أيام. أول مرة نسمع كلمة ثلاث أسابيع أيام. هو ليه دانيال في دانيال عشرة قال ثلاث أسابيع أيام؟ عشان نرجع ونفكر في السبعين أسبوع، يبقى السبعين أسبوع دي مش أسابيع أيام. وتدور الأيام، وبعد 490 سنة بالتمام والكمال يتجسد المسيح. 70 × 7 = 490، بس اليوم رمزي هنا بيشير إلى سنة، عشان كده حدد اليوم. إلى أن أتى ملء الزمان وأرسل جبرائيل الملاك للعذراء مريم. تعال بقى نشوف الحكاية. أول ما ظهر الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة، أنا نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء. وبدأ لها الرسالة، اتخضت من السلام ده، أنا مين أنا؟ قال لها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه إيه؟ المخلص يسوع. وتسمينه يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد. ابدي اللي قلناها في اشعياء 9، ولا يكون لملكه النهايه. طب وده يحصل ازاي؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك أيضا القدوس اللي اتقالت قبل كده المولود منك يدعى ابن الله. يبقى فهمنا القصة، فهمنا اشمعنى المسيح هو اللي اتولد بهذه الطريقة الفريدة التي لم ولن تحدث، لأن هو حمل به فيها من الروح القدس. عشان كده لقينا لما العذراء مريم راحت لإليصابات يقول الكتاب امتلأت إليصابات بالروح القدس، فالروح القدس خلاها تعرف، قالت لها ايه؟ من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وعشان كده لما رجعت بعد المدة اللي قضتها مع إليصابات وظهرت ملامح الحمل بصورة أو أخرى، يوسف المنظر في إيه؟ بس كان إسكان بار لم يشأ، أنا مش هينها أرد تخريتها سر، مش هتكلم عنها عشان ما ترجعش. فرح للملاك، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بي فيها إذا هنا حبايبي احنا كده أدركنا الأمر، فهمنا أن هذا الميلاد المعجزي والذي أشير إليه في أشعياء ودانيال، والذي أكده الملاك في ظهوراته للعذراء وما بعد العذراء، واللي أكدته إليصابات بإحساسها بالروح القدس. إذا نقر ونؤمن أن المسيح يسوع هو ابن الله الحي. حد عنده شك بعد اللي قلناه؟ طب تعالى نروح على حتة تانية. أصعب لحظات مرت على محب المسيح وعلى تابعيه والذين آمنوا به هي لحظات الصمت. بس أنا بشوف في الصلب لا موضوع كبير أوي بأحداث الصلب. بعد لحظات أنا وإنتو هنقول حقا هذا هو المسيح ابن الله الحي.
تعالوا نشوف الحكاية إيه. في حدثين مهمين جدا ارتبطوا بوقت الصلاة. الحدث الأول الظلمة، حصل ظلمة، الظلمة. والحدث الثاني عايز أسمع إيه؟ إيه؟ الزلزال، في زلزال. هي حكاية الظلمة وحكاية الزلزال الاثنين عشان يقولوا هذا هو المسيح ابن الله. تعالوا نتأمل شوية الأول في موضوع الظلمة. يقول الكتاب ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة. الظلمة كانت من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة على كل الأرض. هنا شوية ملاحظات. السادسة والتاسعة أنتوا عارفين أكيد الآباء بيكلموكم كتير، ده هو حسب النظام اليهودي يعني 12 الظهر لحد الثلاثة بعد الظهر. أول ملاحظة نلاحظها أن الظلمة كانت في وضح النهار. يعني والشمس في النص كده الظلمة حصل. طيب الملاحظة التانية، هل ممكن تحصل ظلمة في وسط النهار؟ إيه؟ نعم؟ ممكن. ممكن إمتى؟ زي الأخ الحبيب ده قال وقت الكسوف. إيه وقت الكسوف؟ عندنا ثلاث عناصر، شمس، قمر، أرض. الشمس ثابتة والأرض بتلف حوالين نفسها والقمر بيلف حوالين الأرض. لو القمر جه في الوسط ما بين الشمس والأرض وبقوا التلاتة على استقامة واحدة، القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض، يبقى كسوف. واحد يقول لي طب يعني ايه المشكلة لما انت قلت كان في ظلمة على الأرض وانت قلت ممكن ده يحدث بالكسوف؟ لا لا لا، ركز معايا. أنا في بداية حديثي قلت الأرض بتتحرك حوالين الشمس والقمر بيتحرك حوالين الأرض. إذن القمر والأرض الاثنين بيتحركهم هم الثابتين. يعني معنى كده إيه؟ يبقى الظلمة اللي هتبقى على الأرض دي الظلمة الكاملة هتبقى لحظات، تبقى إيه؟ للحظات. اللحظات اللي هيبقوا على استقامة واحدة النقطة دي هيتبقى ظلمة، وهتبقى لحظات محدودة لأن الأرض بتتحرك والقمر بيتحرك. بس اللي احنا شفناه مش لحظات، ده ثلاث ساعات. وفي ايه؟ ده مش كده وبس، ده الظلمة الكاملة دي اللي احنا بنسميها علميا الكسوف الكلي هتبقى على بقعة صغيرة من الأرض. يبقى هتبقى اللحظات وعلى جزء بسيط من الأرض، إنما هنا كانت لثلاث ساعات على كل الأرض، علميا مستحيل. تاني، علميا مستحيل. يبقى الظلمة دي ما كانتش نتيجة كسوف. قال لما نتيجة ايه؟ نرجع في الأول بقى في الإصحاح الأولاني من سفر التكوين، لما موسى النبي بدأ يتكلم عن الشمس والقمر وقال إن عمل الرب النورين العظيمين، قال بعدها ايه؟ وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. طب السنين عارفينها، الجزء من السنة يوم عرفنا، وجزء من اليوم صباح ظهر، إنما إيه آيات اللي في الأول؟ معجزات. العلاقة بين الشمس والأرض والقمر علاقة دقيقة جدا، وأقدر أقول لك سنة كذا يوم كذا الساعة كذا الدقيقة كذا في الوقت الفلاني هيحصل كسوف كله.
أو سنة كذا في اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني من 450 سنة وكم يوم كذا حسب كسوف الحتة الفلانية، دقة العلاقة. طب لو حصل خلل ظلمة أو كسوف أو ظلمة في غير توقيتها وظلمة في غير مدتها مش لحظات وظلمة على كل الأرض، أنا قلت لك من الأول تكون لآيات، استنى عليا بس في حدث مهم أوي 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 هعمل لك فيه الظلمة دي وتبقى غير المعتاد على كل الأرض وغير المعتاد ثلاث ساعات وغير المعتاد ملاش علاقة بحركة الأرض ولا الأمر. الله ليه يا رب كل ده؟ هذا الموضوع كبير جدا يا جماعة. ده الرب الإله بيتصلب يوم ما بيحصل حالة وفاة عندنا هنا كلنا بنلبس أسود. طب رب المجد الدنيا كلها تلبس أسود، الكرة الأرضية كلها تعمل حداد، المسيح بيتصلب. ده مش كده وبس حبيبي، يبقى هنا أنا بأكد لاهوت المسيح الدنيا كلها اترجت علشانه. لا ده أكتر من كده، ناس تيجي في وقت من الأوقات تشكك في الصليب، المسيح ما اتصلبش. عارف أنا أقول إيه؟ يشككوا في صلب المسيح ويقولوا المسيح ما اتصلبش. طيب أنا حاسب لكم يا بشرية يا مؤمنين على مدى التاريخ علامة تؤكد إن المسيح اتصلب، إيه هي؟ قصة الصلب بتفاصيلها جاية معاها إن حصل الظلم على كل الأرض لمدة ثلاث ساعات. حدث فلكي زي ده لازم العلم يسجله، فلما تيجي واحد يشككك في الصليب قول له بس أنا عارف إن حدث الصلب ارتبط بحدث خارق لا يمكن أن يحدث، فماذا لو أثبتنا إن الحدث الخارق ده الذي لا يمكن أن يحدث حدث بالفعل؟ وده حدث إيه؟ أصل وإحنا بنتكلم عن الصلب قال إن كان في ضلمة ثلاث ساعات على كل الأرض، ممكن يا أستاذي يا معلمي يا أي واحد باحث ابحث لي في كتب تاريخ الفلك هل كان في ضلمة ثلاث ساعات على كل الأرض من 2000 سنة؟ يقول لك نعم، الكتب العلمية سجلت ده. طالما أثبت إن الحدث الخارج ده أكده العلم يبقى القصة كلها صح، يبقى المسيح اتصلب. ومش كده وبس، لما حصل الظلمة دي اللي أشير إليها في تكوين واحد تأكد لنا إن كل الكتاب اللي في إيدك ده هو كتاب الله، كل الكتاب موحى من الله. إيه الدليل اللي اتقال في تكوين واحد موجود عندنا اهو في متى 27 في احداث الصلب؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ المسيح هو الله المتجسد، المسيح هو ابن الله. لا ده في حاجه لطيفه بقى في القصه مع الموضوع ده، ايه هي بقى؟ الزلزال. زي ما حضرتك قلت الزلزال، تعال نقرا كده نشوف حكايه الزلزال وليه زلزال. يقول اذا حجاب الهيكل قد انشق الى التين من فوق الى اسفل والارض تزلزلت والسجون تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينه المقدسه وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معهم، ركز في اللي هقوله ده،
وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان اللي كان معاها الضلمة خافوا جدا وقالوا حقا أن هذا هو ابن الله. يبقى الزلزلة مع الضلمة مش أنا اللي بقولها، إن هي تؤكد أنه ابن الله. هذا الرومان الغريب اللي كان يعني رسالته أنه يطعم بالحرب ويكسر الرجلين، هذا هو حقيقة ابن الله. تعالوا نشوف التفاصيل. أول حاجة، بداية العهد الجديد إعلان لنهاية العهد القديم. طب إيه اللي أكد لنا نهاية العهد القديم؟ إن عبادة العهد القديم تنتهي. طب وإيه اللي يدينا الإعلان إن عبادات العهد القديم انتهت؟ أقدس ما في الهيكل يتشق. وهنا الكتاب لما بيتكلم عن الهيكل يقول وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ده ضخم جدا. إيه اللي يشقه؟ برضو ده كلام تقولهولي بقى. أنت مش عارف إن ربنا عنده آليات كتير قوي وأدوات كتير قوي، يجيب زلزال. الزلزال يشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل كرمز لنهاية العهد القديم. بس كده لا، ده موضوع فيه أكبر من كده. الحقيقة ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد في أي أمر من الأمور اللي عملها. بس في أمر ما كانش عليه شهود. صلبه في شهود، قيامته في شهود، صعوده في شهود، ميلاده المعجزي في شهود، كل المعجزات اللي عملها كان في شهود. إنما هو لما نزل الجحيم عمل إيه؟ عندك شهود؟ تردوا عليا؟ لا، ربنا هيبعت الشهود. شهود مين يعني؟ الشهود من الناس اللي كانوا في الجحيم واتنقلوا الفردوس باللي عمل رب المجد في فترة ما بين الصلب إلى القيامة. الكلام ده يتقال إزاي؟ تعال نقرأ تاني، نقرأها الجزء ده عشان ندرك بقى الأبعاد. بس قبل ما نقرأ، إمتى يقوم الشهود دول؟ بعد قيامته، عشان شافوا اللي حصل. ومين هم الشهود دول؟ لازم يكونوا قديسين ماتوا على رجاء القيامة عشان ربنا ينقلهم من الجحيم للفردوس عشان يتمتعوا باللي حصل. يبقى لازم يبقوا قديسين وكانوا ميتين ويقوموا بعد قيامته ويدخلوا أورشليم يشهدوا باللي حصل بعد قيامته. ويعني انت عارفين المشكلة فين بقى؟ المشكلة مش في أيامهم أن يقومهم من بين الأموات. ما أقوم لعازر بعدما أنتم العظام المتبقية ربنا يعمل يرجع لها الإنسان مرة تانية. موضوع بسيط، ما هو اللي خلقه. تعرفين المشكلة فين؟ إحنا هنا في مصر في الدلتا والوادي، في الصعيد وادي النيل، يعني النيل بيجيب لنا تمر. فالدلتا كلها ووادي النيل كله تمر. فلما حد بيموت يا اما بنحفر في الارض ندفن في التراب، يا اما بنعمل مبنى وندفن فيه. طب نسيب مصر، لما نروح في المنطقه اللي عاش فيها السيد المسيح، طبيعه المناطق دي ايه كلها؟ يسموها كده كالكيريوس روكس او صخور جيريه. عارفين حجر الجيري الابيض ده؟ كل الجبال حجر جيري كده. يعني هيعرفوا يكسروا في الحجر عشان يدفنوا؟ ما يعرفوش. امال بيعملوا ايه؟ يدفنوا ازاي؟ بيجيبوا بريمه يخرموا في الجبل كده خرم افقي،
فالبريمة دي تخرم ويدفنوا جوه الفتحة الاسطوانية اللي اتعملت دي. لما تروحوا تشوفوا الكلام ده في المناطق دي هناك يروحوا قافلين على باب القبر. طيب العظام اللي جوه دي لما ربنا يقوم صاحبها يخرج ازاي؟ ما يعرفش يخرج. بقى اللي هيقومه مش هيعرف يخرجه. يخرجه جدا له ادواته. ايه هي الادوات؟ الزلزال. نقرا بقى تاني الموضوع. الارض تزلزلت والنتيجه والصخور تشققت. الحجر الجيري قاعد يتكسر ويتفلق، ولما الصخور تشققت القبور تفتحت. ولما رب المجد قومهم بين الاموات يقول وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته عشان يؤدوا الرساله بتاعتهم اللي هي ايه؟ ودخلوا المدينه المقدسه وظهروا لكثيرين. كل ده زي ما قال القائد الغريب، قال في النهايه ايه؟ حقا كان هذا ابن الله. نشوف حدث تاني؟ نروح على القيامة. الحقيقة في موضوع القيامة ده برضو لقينا حاجات لازم نركز عليها. تعالى نقراها. وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. عندنا حاجتين، زلزال وفي نفس الوقت هنا في ملاك. طب نبص الأول على موضوع الملاك. إيه الداعي لوجود الملاك وقت القيامة يعني؟ بس خلي بالك الأحداث الهامة في حياة السيد المسيح كان للملاك وجودا. كان الملاك وقت البشارة بشروا من العدل. كان الملاك في أحلام مع يوسف النجار 3 مرات. وكان الملاك مع الرعاة يبشرهم بميلاد المسيح. ومش كده وبس، ده بعد كده ظهر الملائكة مع الملاك عشان يسبحوا مجد الله في العالي وعلى أرض السلام والناس المصر. وكانت الملائكة بعد التجربة على الجبل يقول الكتاب، كانت الملائكة بعد صومه حصل يقول فصارت تخدمه. يعني بعد ما صامه بعد التجربة يقول كده الكتاب، وإذا ملائكة جاءت تخدمه. مستنجد سماني ودموع المدممة اللي شفناها دي يقول الكتاب بعدها وظهر له ملاك من السماء يقويه. يعني الملاك ارتبط بالأحداث الهامة. فمن ضمن الأحداث الهامة جدا قيامة السيد المسيح من بين الأموات. طب إيه الهدف؟ قال لا، ده المسيح بيقوم. أنتوا يا بشر لو ما احتفلتوش بقيامته إحنا هنيجي من السماء نحتفل بقيامته. هذا هو المسيح ابن الله الحي. بس مش بس كده، زي الملاك اللي بشر الرعاة بميلاد المسيح برضه الملاك هيبشر بقيامة المسيح. وده اللي حصل. ويقول الكتاب فأجاب الملاك وقال للمرأتين اللي راحوا عند القبر، لا تخاف أنتما فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. هلما فانظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، فضل يشوف. ومش كده وبس، حملهم رسالة اذهب سريعا قل لتلاميذي أنه قد قام من بين الأموات. يبقى زي ما بشر بميلاده جاي يأكد ويبشر بقيامته. ولأن الشهادة لابد تكون على فم 2 أو 3 ظهر للمتين للمريمات. ومش كده وبس، لأن ظهوره هيبقى ببهاء وبنور. في شهود تانيين غصب عنهم يعني، تعالوا نشوف.
يقول وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. هيروح يشهدوا هم كمان، مش كده وبس، أصل الملاك كان هيجي مخصوص عشان يفتح القبر. ويقول لنا الكتاب هنا لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر. ويعني المسيح رب المجد يعني محتاج حد يرفعه الحجر عشان يخرج من القبر؟ يعني ما دخل العلية والأبواب مغلقة، كم ممكن يقوم والحجر موضوع؟ انت مش واخد بالك من القصة؟ لا، ده كان لازم الحجر يترفع وينزل له ملاك مخصوص يرفع الحجر. طيب ليه؟ عشان التلاميذ يخشوا ويبصوا ويشوفوا ان القبر فارغ وادي المنديل وادي الاكفان. يبقى كان يجي الملاك وينزل ولا ما ينزلش؟ يقول كده، يقول لنا كده في يوحنا: فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتيا الى القبر. يوحنا 20:3-7. وكان الاثنان يرقدان معا، فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعه ولكنه لم يدخل، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعه والمنديل الذي على راسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده. يبقى لازم الملاك ينزل ويرفع الحجر، يرفع الحجر عشان يشوف ايه اللي جوه القبر، ينزل عشان يبشر المريمات، ينزل عشان الحراس يشوفوه ويقدروا يتكلموا، ينزل لان المسيح امن بين الاموات. وبعدين في نفس الوقت ده في زلزله، يقول خلي بالك بقى النص، دقق يا جماعه، دققوا مع الكلام. يقول الكتاب: واذا زلزله عظيمه حدثت. زلزله عظيمه، انتوا عارفين ليه الكتاب قال زلزله عظيمه؟ حد يعرف؟ انا هقول لكم ليه. عاوز يقول لك الزلزال ده جه مخصوص، احد الادوات الالهيه. اصل بعد اولادنا بقى اللي درس شويه وعرفوا ان الزلازل وان الزلزال الرئيسي يتبعه توابع اللي بيسموها بالانجلش افتر شوكس، فده احد توابع الزلزال بتاع الصلب. وفعلا التوابع بتقعد يومين ثلاثه اربعه. يقول لك لا، ده مش تابع، ده ملوش علاقه بالزلزال بتاع الصلب. ايه الدليل؟ التوابع بتبقى اضعف من الزلزال الرئيسي. التوابع تبقى اضعف 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 لحد ما يتلاشى الزلزال خالص. انما لما يجي بعدها بثلاث ايام زلزال قوي جدا، يبقى ملوش علاقه بالاولين. يبقى هنا ده الجرس، جرس بيرن تسمعه البشريه كلها: المسيح ابن الله الحي قد قام من بين الاموات. وزي ما الزلزال والظلمه كانت مرتبطه بالصلب، عشان لما تؤرخ ناكد ان الصلب حصل، هكذا ايضا ارتباط الزلزال العظيم بحدث القيامه يؤكد ايضا موضوع القيامه. حقا هذا هو المسيح ابن الله الحي. انا طولت عليكم 5 دقائق الصعود. فأحداث الصعود أحداث معجزية، تعالوا نشوف. يقول ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، برضو الملائكة هنا، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ وبدأوا الملائكة يأكدوا عليهم أنه صعد للسماء. إيه ده؟
شيء عجيب جدا. وفي نفس الوقت نعرف أعمال 1:12 يقول حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. إيه الحكاية؟ أول حاجة العمل المعجزي صعود خلافا للطبيعة ضد الجاذبية الأرضية، والصعود كان على جبل الزيتون، على جبل وجبل الزيتون. اشمعنى يعني جبل؟ عشان يتشاف من بعيد، يتشاف. واشمعنى جبل الزيتون؟ لان الكتاب قال عنه على سفر سبت. سفر سبت اللي هي المسافه اللي مسموح بها الشخص يمشي من ابعد بيت في اورشليم للهيكل ويروح بيته تاني، يعني مسافه تتمشى. يبقى كل اللي في اورشليم الجبل قريب منهم جدا والجبل عالي، يبقى الكل هيشوف المسيح صعد للسهل. ومش كده وبس، ولما المسيح رب المجد يصعد للسماء اخذته سحابه. يعني ليه تاخده سحابه؟ عشان يقول لك خلاص ده صعد الى فوق. ومش كده وبس، ده تيجي الملائكه تاكد لهم، اطمنوا اللي انتوا شايفينه صعد للسماء، وتاكد لهم ان المسيح تاني جاي من السماء في نهايه الايام. قال لهم ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء هيحصل ايه؟ سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء. بميلاده المعجزي، بصلبه المعجزي، بقيامته المعجزيه، بصعوده المعجزي، نقر معا حقا ان هذا هو المسيح ابن الله الحي. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل الآن وإلى بعد طول الحياة. كان فعلا كده النهارده. نشوفكم على خير.